حضرتك بآخر كلام لألك أنه ضربة الإسرائيلية ليست نهاية المطاف، ليست نهاية المطاف بمعنى أنه سيتبع ضربات، وهل أم سيتبع رد إيراني أو بانتظار رد إيراني؟ يعني الحرب بسموها بالسجال. سجال. يعني اللي عم نحكي فيه أنه يعني البعض خصوصا الإعلام الغربي يعني صور وكأنه الضربة يعني ضربة الإسرائيلية للسفارة ضربة كبيرة لا شك، خسارة لإيران، صيدة ثمينة للإسرائيليين، لكنها مثل ما عم نقول ليست نهاية المطاف، هذه جولة، هذه محطة من محطات. يعني الواضح لا أنه الإيراني هالمرة يعني إله بالعادة الإيراني معروف بيمتص الضربات، بيستوعبها الصبر الاستراتيجي، أيوة بيستوعبها طريقة هذا الحائك السجاد، لكن هذه المرة على ما أعتقد يعني حتى جمهور حزب الله والإيرانيين عموما في لبنان أنه يعني مفترض يكون في رد. هلأ هو السؤال المطروح أنه إيه كيف هذا الرد، كيف طبيعته؟ طبعا بتبادر للذهن مباشرة أنه في حزب الله بيرد، في حماس بترد، الحوثيين بيردوا، الإيراني يرد، هو يعني هالمرة عم زال الجمهور أنه يرد مباشرة، لأنه هذه المرة الاستهداف إجا بشكل اليوم على القنصلية الإيرانية اللي هي أرض إيرانية يعني هي العرف الدبلوماسي، فبالتالي الرد ما راح يكون من إيران مباشرة نظرا إلى عدم رغبتها بالذهاب إلى حرب بالزبط. مفتوحة. نعم هذا يعني مدار البحث أنه المفترض أن ترد إيران. رأيك راح ترد هي بالمباشرة أم راح ترد عبر ما يوصف بالأزوة أنا العسكري؟ أعتقد أنه لا تمتص كما العادة. أنت عم تحكي الآن حسب امبارح كنت عم بشتغل الموضوع يعني في 16 أو 18 قائد إيراني قتلوا في في الساحة السورية منذ بداية الأحداث، يعني منذ 27 في 16 هجوم على مواقع ومراكز إيرانية، ومع ذلك ما ردت. هلأ بتقلي صحيح هذه الضربة أكبر من كل المرات، هذه الضربة استهدفت فيها السفارة، يعني بالزمانات كانوا يستهدفوا مش السفارة القنصلية، يستهدفوا مركز يعني مستأجرين وإلى آخره. لكن أنت عم تتحدث عن الإيراني الذي يعني مثل ما قلت المخزون الصبر الاستراتيجي عنده. الشغلة الثانية أنه هذا الصراع اللي عم بيديره الآن الإيراني، قد تعتبره صراع بالواسطة أو غير الواسطة، يعني هذا عمره 50 تقريبا منذ 78-79 وإيران تواجه، نحن مش عم نعمل له دعاية. فبالتالي الآن يعني الإيرانيين جو الإيراني إنه لنا الآن فرصة أن يعني هذا التراكم من 79 لليوم إنه نستفيد منه ونحقق نوع من يعني إذا بدك مش نصر، هني يعني بيحكوا عن تراكم عن نقاط. بس انت اليوم بعد يعني بعد هذه بعد 7 اكتوبر عم تراكم الضربات، يعني اليوم عم تراكم. انت عم تسالني رايي انه المرشد الثوره الاسلاميه تحدث بشكل وكانه امر عمليات بالبيان اللي وجهه فيه للشباب انه مطلوب غرد يكون بالامس بوقت متاخر بالعبريه انه الرد اتي لا محاله، لا محال يعني هذا وكانه يلزم القياده الميدانيه للحرس الثوري وسواه من القوى الايرانيه انه بالرد. ومع ذلك أنا أعتبر أنه مش بالضرورة أن يأتي رد يعني على الطريقة الثأرية أنه عبكرة فيه، لكن مثل ما عم نقول بس هذا يعني ما بيكسر الردع اللي كان خالقه الإيراني. يعني إذا اليوم حتى عند حضرتك عم بتقول أنه اليوم استباحة هذه الاستباحة بهذا الشكل ما بيكسر يعني قواعد الردع، شو اللي بيمنع لكان بعد يعني بهذه الفترة من اندلاع الحرب أنه يطلع على الإسرائيلي لا يقصف اليوم الفعاليات النووية الإيرانية؟ ما في شيء بيمنع يعني إذا رغب الإسرائيلي، بس يعني لأنه هذا مش بيظهر يعني ضعف عسكري. إذا اليوم أنت ما ردت هاي طريقة مش ضروري يكون ضعف، أنت ما عم يعني ما انتهت القصة، يعني ما استسلمت حماس، ما استسلمت الجهاد، ما استسلمت الجبهة الشعبية، بالوقت نفسه حزب الله بيقاتل، الحوثيين بيقاتلوا، يعني أنت بدك تشوف الصورة أبعد من مسألة إنه ضربة. إيه ضربة، نحن نقر بأن ضربة يعني محرزة موجعة للإيرانيين، لكن ذلك لا يعني إنه عبكرة يعني بدها تنفتح المواجهات. شو رأيك بالمعلومات اللي قيلت أنه التواصل تم مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين وجرى الاتفاق على يعني إبقاء الأمور بإطار المفاوضات وعدم الذهاب إلى رد مباشر إيراني؟ أنا لا أستبعد يعني في حوار غير مباشر بين الإيرانيين والأمريكيين واضح تماما بمحطات عديدة، وهذا مش عيب، مش مقصود بمعنى أنه
بطبيعه يعني السياسي او الحرب هي استتباع للسياسي، في تفاوض، في تبادل رسائل من تحت الطاوله من فوق الطاوله، هذا امر طبيعي. من هالمنطلق نحن عم نقول انه مش بالضروره يصير في على بكره يعني حرب مفتوحه، حرب واسعه ردا على استهداف السفاره الايراني. مطلوب الرد، لكن كما قال لي يعني الخبير الاستراتيجي الدكتور طلال عطيس امبارح، عملت معه مقابله للجريده، انه الرد يعني ايران محرجه لا شك، ايران هذه المره بالواجهه مباشره، ايران مطلوب منها ترد، لكن الذي يعرف العقل الايراني بيعرف انه بده يكون رد محسوب ويعني دقيق ولا يجر الى معركه واسعه. الواضح تماما وبالخطاب المباشر والعلني انه طهران لا تريد انزلاق الى حرب واسعه.